هلا والله يا وليد، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد. لا تنسون تحطون لايك، والما مشترك بالقناة يشترك. ما بقاني، يلا هنا طبون. وجاي برجن على وش اسمه، طلع التور وطير هنا وهنا طبون. ولد لا تنسون من اللايك، والما مشترك بالقناة يشترك يوصلكم كل جديد. بعد هاي السقيفة ما بقى لي شيء واكمل هي هذا البرج هيجي. بس صبروا لي كم يوم، فليت الارفلية اليوم راح اطيرها ويا التور. هاي الارفلية هسه خلي اقطع اطلعهن وارد لكم. وهذا طلعت التور وهاي الارفلية وياهن. وهذا خطية ظلات بلية ماي من امس. هذا هسه خلي اخذ لي شويه طير التور واروح اشتري لهم مال ماي. وهاي بس خلي اطيرهم، لان هاي الارفلية وياهن اليوم تعبني منها لما تتعود الطير. فطيرهم وارد لكم. وهذا اني هاي حق هنا اليوم، اذا ما يعلى لا لا الارفلية طيرة. شوف بس تريد تحط شوف هذا خمسة هن. هاي الارفلية اليوم طيرتها وياهن من فوق لين صالها هواي ما طايرة. يلا سويت تور كم يوم. ها شوفوها بس تريد تحط، شوفوها حطت. هاي شي اول بداية مطيارها، كانت من فوق صالها اسبوع ما طايرة. شوفوها الطير هنا تحطه هنا ولا ينفي وقله، بس هي تخبل غير ارفلية لوبين. هاي عند طير هنا عندي راح اجيب شو اسمه قطارات مال مايل هاي الهذني. يلا راح اقطع اطير هنا كم اجيب قطارات وارد لكم. يلا اقطع وارد لكم. وهاي نزلت التور بس ما رحت شو اسمه، جبت لقيتين هذا مال علف. شوفوا هذا الاصفر خليت لي ماي. يلا هنا الباكر جوز راح اخلي لهم واحده من هذين. يعني افتحها خلى برج التور واطلع اللوت اطير هني لكم. والارفلية الجديدة زين ما راحت، هي خوش طيرة حلوة ما راحت. هاي خلى برجهم واقطع وارد لكم، طلع لكم اللوت اليوم اطير. وهاي رديت وياكم، هاي نزلت اللوت بس اللوت يا عبي والله ضوجني ما ادري ايش فيه. هاي صار لي يمكن سبع ايام من اطيرهن ماكو، ضوجني اللوت كلش ضوجني. الله تاليها راح اجني زواجي يوتيوب هاي تاليها. الله تاليتها راح اجني زواجي للوت. والله لان ضوجني اللوت راح اخليهم بس للتبزارة، بزر وبيع منهم اللوت. ماكو ضوجني راح اعرضهم للبيع، لان كل ضجت من عندهم بالقرآن اللوت يضوج. اجني زواجل اخلي اللوت الحلوات ثلاث زواج، اللي عندي زينات والبقية راح ابيعها. اللوت ضجت من عندي كلش راح ابيعهن اللوت، ابيعهن واجيب مكانهن زواجي. اذا ظلن هيجي اللوت ابيعه، اذا ظل هيجي اللوت اكله وابيعه.
هذا اللجنة زواج اللي تور احسن لي لو تضوج. خلي كم زوج عندي مال تبزار والبقية كلهن ابيحن واجيب مكاهن زواج، لان ضوجني كلش لو اجيب ارافل. يلا اقطع وارد لكم. اي يا ولد قررت، وهاي هي يعني راح ابيع اللوت لان سطحه كبير وما مو هما اللوت. والله اظل اربي شو اسمه زواجل و سطح كبير، اللوت مو مال سطح كبير، سطحي مو مال اللوت انا. حلو، فراح راح شو اسوي؟ ابيع اللوت واجيب زواجل وارافل، شو تقولون انتم؟ يلا اللي وافقنا الراي حط لايك، جماعه الارافل والزواجل حطوا لايك. والله راح ابيع لوت لان السطح مالي مو مال لوت، اجيب زواجل وش اسمه اوتو راح سلي. خلي هذا البرج مثل للزواجل، هذا الكبير او هذا البرج، وهذا نخليه للتور وهيشي احسن احسن. اللوت ما يفيدن يا اخي اذا سطح كبير متعبن. خلي اشوف شلون ترهم، واسوي جوز راح اخلي بس 3 زواج ابزر منهم، بس ما تبزار، بس تبزار 3 زواج والبقية ابيحن. خلي اشوف شلون تصير. انتم شو تقولون؟ بالله كتبوا لي بالتعالي. انا بالله اللوت مال اخليه لا كذب، اللوت ضوجني كلش، اللوت مو مال اخليهن، لوت كلش ضوجني، فاللوت مبيوع مبيوع، اخلي بس زوجين 3 ازواج والبقية كلها تور وزواج. لان تعبني اللوت لا يطيرن، سطحي مو مال مطير مال لوت، سطحي مال تور زواجي هيشي مو مال لوت. خل اشوف هل كم يوم ندقن سقيفة، جوز راح ابيحن واكمل السقيفة، ابيهن هاي السقيفة ابيحن واكمل هاي السقيفة. بيحن واكمل هاي السقيفة بيهم. واجيب لي بيهن تك تك يا تك زوج زوجين زواجي. بس خلي اصفيهن اشوف شو ابيع وش اخلي. يلا يا ولد اقطع وارد لكم. يا ولدي قررت راح ابيع اللوت واجيبن، اجيبن اسوي اكمل بيهن السقيفة مال هذا واجيب بيهن زوج زواجي او زوجين بفلوسهن. فاللي يريد يشتري اللوت ان شاء الله على الفيديو الجاي اعرضهن، واشوف شلون تتواصلون وياي اعرضهن على الفيديو اللي يجي. قررت راح ابيع اللوت واجيب غيرهم. يلا يا ولد لهنا وانهي فيديونا لليوم. اللي ما حاط لايك يحط، واللي ما مشترك بالقناة يشترك، وان شاء الله على الفيديوهات الجاية راح ابيع لكم اللوت واجيب لكم تور وزواجي، وان شاء الله رتب السطح واكمل السقيفة هاي اكملها مال السقف مال القفص، وان شاء الله محتوى جديد لان اللوت يعني ما اشوفهن هيك، يعني اجيب زواجل وعرافل واكثرهن ومطيار حلو هاي وونس المتابعين احسن لي، لان
يا اخي ما مستفاد من اللوت، كل شيء ما مستفاد. انا من البدايه رتجني بس تور وش اسمه، بس تور من البدايه رتجني، وانه تورطت وجنيت لوت، فراح ابيع اللوت. حلو، راح ابيع اللوت والشراي راس يتابعني، وان شاء الله على المقطع اللي يجي انشر لكم. لا تنسونا من اللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك، وان شاء الله راح اجيب طيور جدد واكمل، وان شاء الله اصير قناتي قوية. ولهنا وننهي فيديونا لليوم. Goodbye.